السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ باستعراض سريع للمؤشرات. في السعودية انخفاض بنصف نقطة مئوية، وفي قطر ارتفاع بعشر مئوي، أبو ظبي أيضا أنهت ثالث دولة هذا الأسبوع على انخفاض قدره 20%، ودبي كذلك بالنسبة نفسها في المنطقة الحمراء. أما البحرين فقد ارتفعت بنصف نقطة مئوية، فيما هبطت سلطنة عمان بعشر مئوي تقريبا مع إغلاق اليوم. كذلك الحال في السوق الأول ببورصة الكويت، إغلاق عند 14% انخفاضا، والسوق الرئيس 0.17% في المنطقة الحمراء. أما السوق العام فقد ارتفع بحوالي 10 مئوي مع نهاية التداولات. في بورصة القاهرة حتى الآن التعاملات تشير إلى المنطقة الحمراء ب 18% هبوطا، والأردن ينخفض ب 14%، وبيروت كذلك يشهد مؤشرها انخفاضا ب 20%، والدار البيضاء بتذبذب مائل إلى الانخفاض ب 0.02%. أما الأسواق العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن نتعرف عليها جميعا في العرض التالي.
من قلب الدوحة النابض انطلقت مسيرتنا، خيارات مختلفة عبر مساحات من الجمال والإبهار، فرص لا تنتهي من العقار. نسوق ونستثمر عبر أحدث التقنيات من خلال ثقة شركائنا في أسواق المال. نلتزم ونحافظ بمبادئنا العربية والإسلامية. نواكب ونتطور عبر حلول تكنولوجية عصرية. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. وافق مجلس النواب المصري أمس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم صندوق مصر برأس مال مصرح به يبلغ 200 مليار جنيه، أما رأس مال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار والتي قدمت من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف من القاهرة، لكن أولا دعونا مشاهدينا نتعرف على مزيد من التفاصيل في العرض التالي.
ونرحب مرة أخرى بالسيد علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف من القاهرة. سيد علاء، بداية، ما الهدف من إنشاء صندوق مصر سيادي بهذا المبلغ وهي لها كثير من الديون عليها أو عليها كثير من الديون؟ ما الهدف برأيك في هذا التوقيت؟ أنا أتعرف الحقيقة هدف من صندوق الاستثمار بيكون شبيه بصناديق الاستثمار السيادية سواء في أبو ظبي، في قطر، في النرويج، والمقصود بها ان هي يعني اداره ممتلكات الحكومه المصريه. طيب، كما نعلم سيد الفاضل بانه جرت العاده على ان الصناديق تنشا لاداره الفوائض الماليه من الموازنات العامه، كما ذكرت قطر، الامارات، النرويج لديها فوائض ماليه كبيره من الموازنات، وبالتالي يمكنها ان تقدم على هكذا خطوه. ما هو الهدف اذن برايك من هذه الخطوه في ظل دوله لديها كثير من الديون جاوزت 5 تريليونات جنيه؟ يا سيد الفاضل، صندوق سيادي مقصود باداره اموال الدوله سواء كانت فوائض من البترول او ممتلكات من البترول، وهي صيغه جديده. هناك في مصر في وزاره قطاع الاعمال، لكن في الحقيقه لديهم كثير من البيروقراطيه. فالمقصود بالصندوق ده ان هو هيدير حصص الحكومه اللي هي في المصانع وفي الشركات الكبرى، وده ان يكون في اداره واحده متخصصه تستطيع ان تكون ليها اداء مميز، تستطيع ان تحاسبها، لان الان ان الكثير من الشركات. طيب، أيضا فيما يتعلق بأنه أصبح تحت وصاية وإدارة رئاسة الجمهورية السيسي مباشرة، ألا ترى أن ذلك سيؤثر على دور البرلمان الرقابي على السلطة التنفيذية؟ يا سيد الفاضل، هي كل الدولة تحت رئاسة الجمهورية، ليس فقط هذا الأمر، وأن الأمر كان وزارة قطاع الأعمال حينما يتم خطخطة أو يتم بيع، كان الأمر يتم من خلال وزارة قطاع الأعمال بتطرحها لمجلس الوزراء والرئيس يوافق عليها. الآن أصبح في شكل جديد اللي هي تدار بإدارة محترفة، ليس فقط موظفين، قد يكون هناك كثير من البيروقراطية أو يا سيد الفاضل آليات جديدة للاستثمار في العالم قد لا تصل اليوم. طيب، الأمر مقصود به أن إدارة الدولة في الشركات وصلت فكرته للدولة أو كل من وصلت فكرتك. دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى خاصة بالضرائب، فرض مزيد من الضرائب ب 2.5% على البائع والشاري في العقارات المصرية حاليا. يعني بماذا تقيم هذه الخطوة؟ لا، دي خطوة جيدة يا سيد الفاضل، محاولة إعادة توزيع الثروة، وإن الأمر إن عندما يتم بيع للعقار في مصر لن يكون هناك أي ضريبة أو أي رسوم، وإن الأمر ده بيعني إن 2.5% عبارة عن 1.25% من المشتري، 1.25% في البائع، محاولة تحقيق جزء من العدالة الضريبية يعني. وحتى أضيف في الأمر بالنسبة للإرث، وفهمت الناس بالخطأ أن الحكومة ستكون ضمن الوارثين. طيب، ولكن هو عند بيع عقار يا سيد الفاضل من طيب إرث أو من شراء يتم تحصيل الضريبة. طيب سيد علاء، يعني في مصر كما تعلم 78% من واردات الدولة من الضرائب، ومؤخرا تم فرض كثير من الضرائب كما تابعنا، لكن فيما يتعلق بهذه الضريبة تحديدا، ألا ترى أنها ستؤثر سلبا على قطاع العقارات الذي يعاني أصلا في الأونة الأخيرة؟ يا سيد الفاضل، الضرائب على العقارية موجودة في كل دول العالم، هو أحد الحقيقة في الحالة المصرية. دعنا نتحدث عن الحالة المصرية، نعم. لكن يا سيد الفاضل، الأمر مرتبط أن ده إعادة توزيع للثروة، وأن أصحاب العقارات عندما يتم بيع بيتخصم 1.25% من المشتري، 1.25% من البائع، وأن دي أساسا هي أحد موارد الدولة اللي تستطيع أن هي تقدم خدمات صحية في البنية الأساسية أو غيرها يعني. طيب، أنا بظن أن ده كانت أفضل كثير بالنسبه للمواطن العادي من زياده اسعار الوقود او زياده اسعار الكهرباء، لان ده بيعني شخص عنده عقار بيبقى هياخد منه 1.25% فقط لمره واحده يعني. طيب، فيما يتعلق بالنقطة الثالثة في موضوعنا اليوم أو في إطار تغطياتنا الخاصة بالجنسية وبيع الجنسية المصرية بحوالي 400,000 دولار، تحت أي مسمى تقرأ هذه الخطوة؟ يا سيد الفاضل، ليس بيع للجنسية، إنما هو في الآخر في إيداع لمثل هذا المبلغ، فبيديك إقامة 5 سنوات، وخلال 5 سنوات لو بتمثل إضافة لمصر سواء بالنسبة للاستثمار أو بالنسبة لإضافة خبرات أو ده، بيدي فرصة للجهات المسؤولة سواء وزارة الداخلية أو الخارجية أو المخابرات لتقييم هذا الأمر. إذا كان الشخص ده كفء وجدير ويمثل إضافة لمصر بيتم منحه الجنسية، إذا لم يكن ستستمر الإقامة بتاعته بما أن وجهته موجودة، وليس فقط بيع للجنسية سيد الفاضل. والكثير من الدول بتفعل هذا الأمر، بريطانيا وأمريكا، وده بتربط وديعة بتديك إقامة.
طيب يعني في الواقع هذه ليست مصر الحالة الوحيدة والمنفردة فيما يتعلق ب يعني طرح الجنسية للأجانب موجود في طرح الجنسية للبيع سيد الفاضل، هي طيب. دعوة للمستثمرين المتميزين وهي موجودة في وهي موجودة يعني تحول بعد كده من إقامة إلى جنسية. طيب هي موجودة في كثير من الدول يعني بجانب مصر تركيا أيضا تطرح مثل هذا الموضوع، لكن في الحالة المصرية في هذا التوقيت تحديدا هل يؤشر إلى شيء معين؟ هل ذلك يجعل المستثمرين يتخوفون من الدخول إلى السوق المصري على اعتبار أنها يعني أشرفت أو أقدمت على خطوة لم تكن موجودة في تاريخها؟ يا سيد الفاضل الأمر بيعني أن هذا المستثمر سهولة في الدخول، سهولة لإقامة أسرته وليس فقط بيع للجنسية، وأن المستثمر بالنسبة له عندما حصل أن هناك دولة ترحب به وترحب بالمستثمرين أمثاله فده بيدي له اطمئنان وليس خوف وليس بيع جنسية. يعني مصر أكبر من ذلك، إنما يا سيد الفاضل هي دعوة للمستثمرين اللي بيمثلوا إضافة للاقتصاد القومي سواء بخبرات أو باستثمارات، وده موجود في كل دول العالم. شكرا لك سيد علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. كما وافق نواب الشعب بالأمس على مشروع قانون تنظيم التعاقدات العامة المناقصات والمزايدات سابقا، والذي يهدف إلى تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة والجيش المصري وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات بعينها. نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام بأننا نبث هذه التغطية على صفحة البورصة والجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم بشأن كافة المعاملات الخاصة بالتداول في البورصة والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية. شاركونا بآرائكم، هل تؤيد عرض جنسية بلدك للبيع لتنمية موارد الدولة المالية؟ التعليقات بعد الفاصل. إذن نتابع التعليقات ونبدأ من أحمد عباس، يقول وفقا لآخر تقارير عالمية لتقييمنا في الصحة والتعليم والبحث العلمي والزراعة والأمن وجودة الاتصالات والإنترنت والحياة العامة عموما وثقافة الشعب في تقبل الآخر، فإحنا مش على الخريطة أصلا. أم عمر مجدي، هم باعوا كل حاجة جت على الجنسية. أما سارة سامر تقول نفسي أفهم هم شنو الاستفادة من الجنسية المصرية إذا شعبها مش مستفيد أصلا ومعظمه بيتمنى يهج منها. المليونير اللي يحط هذا المبلغ يحطها في أي دولة أوروبية وخمس سنين والدولة تمنحه جنسيتها وتفتح له أبواب أوروبا كلها. عمرو، لازم شروط الجنسية زي جميع دول العالم، وفي ناس عندها عصبية ترفض الموضوع شكلا وموضوعا. أما عادل يقول أو إيمي عادل، أين المشكلة في ذلك؟ كل الدول المتقدمة تفعل ذلك، أمريكا وبريطانيا، فهل الجنسية المصرية قرآن أم إنجيل؟ وليد الجندي أو الجندي، دي بشائر الإفلاس. سيروي يقول دولة فقيرة زائد خدمات ضعيفة زائد بطالة زائد فقر زائد قوة شرائية معدومة زائد عدم استقرار زائد انعدام الأمن زائد نصب واحتيال المسؤولين فيها وأخيرا انعدام البنية التحتية الجيدة، تشتري جنسيتها ليه؟ ما يصحش كده. بصوت السيسي. محمد أبو شاهين، الجنسية التركية مقابل 300,000 دولار، إيه المشكلة؟ ولا علشان القانون طرحها في مصر هيبقى عيب؟ كامل العبود، كل شيء يباع في أرض الكنانة منذ مجيء العسكر، تيران وصنافير، مياه النيل، الغاز، سيناء، الأراضي للسعوديين والإماراتيين، الجنسية و و و و وماذا ستبيع بعد ذلك يا سيسي؟ أحمد محمد، كل شيء اتباع في مصر هي قطعة الجنسية، حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكركم متابعينا على فيسبوك وتويتر، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي في الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.